اهلا وسهلا بيكم، معاكم مارينا من قناة صحتك كنز حياتك. النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مختلف. انا هتكلم على وصفة تفتيح للبشرة. بصراحة هي وصفة مذهلة جدا، انا بستخدمها من وانا في اولى ثانوي تقريبا. وصفة فعلا جبارة، بمكونين اتنين بس موجودين في كل بيت، العسل والليمون. وبصراحة انا استخدمت الوصفة دي عشان خاطر افتح لون البشرة، بس انا ما لقيتهاش بتفتح لون البشره، بس لقيت عملت حاجات تاني مذهله كتير، زي مثلا العسل بالليمون عليك حب الشباب وعليك الروس السوداء، وكمان خفى اثار الحبوب ووحد لون البشره وادى نعومه ورطوبه للبشره. الوصفه دي انا بجربها من زمان قوي وفعلا مذهله. لما تيجي تعملي وصفه لبشرتك مش كتر خلطات، هي ممكن بمكونين اتنين حاجه بسيطه تجيب نتيجة مذهلة زي الوصفة دي مثلا. انا نتيجتها مذهلة جدا معايا. وكمان الوصفة دي انتم ممكن تجربوها على جسمكم كله، بس من فضلكم يعني قبل ما تجربوا الوصفة على جسمكم لازم تتأكدوا انتوا بتتحسسوا من الليمون ولا لأ. طب انت ازاي تعرفي انت بتتحسسي من الليمون ولا لأ؟ ولو انت ما استخدمتيش الليمون قبل كده، لازم تجيبي الليمونة كده يعني عصرة صغيرة على الحتة دي هنا، مش ما تحطوش على وشك كله يعني هي بصوا نقطك فيها عشان تعرفي دي بتحسسي منه ولا لا. وتستني شويه، لو لقيتي بشرتك هنا التهبت مكان عصره الليمون التهبت او طلعت حبوب كده، انت جسمك حساس من الليمون، بلاش تستخدميه. ولو هتستخدميه لازم يعني عصره خفيفه مع حاجه تانية، يعني ممكن تستخدميه مع العسل مثلا بس عصره خفيفه بس. وقبل ما تستخدموا كمان اي وصفه للبشره، لان في بشرات كتير حساسه خالص ما بتستحملش، لازم تجربوها هنا الاول. انا هو حطيتها ما حمرتش ولا حرقتني ولا اي حاجه، انا متعوده على الليمون. بس الوصفه عباره عن معلقه عسل، انا عشان هستخدمه على وشي بس، لو تستخدموه على جسمكم كله ممكن تزودوا اكتر من كده. معلقه عسل واحده، انا بستخدم يعني على معلقه العسل دي نص ليمونه كامله كده. وياريت يعني لما تيجي تستخدموا العسل بلاش تطلعوه من التلاجة على طول وعلى بشرتكم، يعني سيبوه شوية الاول عشان لما تيجي تمشي بيه تحس ان انت بتدهني جسمك. يعني بصي بصوا طري كده، يعني تحس ان هو ايه كريمي. ولو عايزاه كريمي اكتر ممكن تخففي الليمون، بس انا مش بحب اخفف الليمون فيه لان الليمون بيفتح اكتر من العسل بكتير، والعسل بيرطب. الليمون لو انت هتستخدمي الليمون لوحده ممكن لما تستخدميه كتير قوي يعمل تشققات في بشرتك. يعني عشان كده انا لما باجي استخدم الليمون بحب استخدم معاه حاجه ترطب زي كده اهو. بس اهي الوصفه خلصت، حاجه بسيطه خالص تاخديها كده اهو وتدهنيها حاجة كده بصوا سلسة معاكي، تدهنيها على جسمك كله. بالظبط كده، وتستني بقى شوية بس يعني تدهنيه في جسمك، ادعكي كده تخلي البشرة تشربه بس كده، وتسيبيها بقى شوية وبعد كده تخشي تغسلي ايدك. بصراحه الوصفه فعلا جباره، جربوها مش هتندموا. انا دايما بعملها دايما دايما على طول، بصراحه حلوه قوي، غير النعومه اللي هي ايه بتسيبها. بس هغسل ايديا بقى وارجع لكم. واهو بعد ما غسلت ايديا، يعني اتمنى تجيبوا وتشوفوا الاول وبعدين، يعني بصوا يعني حاسه ان ايديا ناعمه قوي. يا ريت يعني تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي كانت عاملة ازاي معاكم. واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. استنوني بقى في وصفات تاني كتير مع بعض. ومتنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناة وشير بقى لاصحابكم يعني عشان الكل يستفاد.